بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، خلاص بنشطب في ليفل واحد. تمام، يلا ناخد المحاضرة بتاعت النهاردة. محاضرة النهاردة والله ممكن اقسمها على نصين، يعني تمام، بحيث هي فيها كلمات جديدة وفيها كلمات مش جديدة عليك، يعني إلى حد ما، فممكن اقسمها نصين وممكن تاخد مرة واحدة. خلينا زي ما نشوف. بسم الله. معانا كلمة بلاستي. بلاستي ايه؟ بلاستي دي ده مقطع، والله احنا حاليا شغالين في السافكس اللي هو الحاجات اللي بتاخد اخر الكلمة. مقطع معناه سيرجيكال ريبير، كانها جراحه تصليحيه، جراحه تجميليه، عمليه تجميل يعني. اللي هو هنا بيقول لك ايه؟ رينو بلاستي. رينو اللي هو الانف. تاخد دي كلمه جديده عليك كمان. ثانيه، كلمه رينو كلمه جديده، تاخد رينو اللي هي الانف، وتاخد بلاستي اللي هو جراحه او عمليه تجميل في الانف. عمليه تجميل اللي هو بيظبط ايه نواجهك، يعمل اي حاجه كده، تنفخ، ما كلام الحاجات زي كده. تمام، اللي هو بلاستي. بلاستي كلمة تانية، كلمة جرام. كلمة جرام دي كلمة مشهورة جدا، أنا أظن عدت علينا فوق، بس أنا مش متذكر عدت علينا فين، بس هي عدت علينا. تمام، يقول لك معناها زي صورة أو مش زي الصورة بالظبط. هي بص هنا المثال ده يقول لك إيه. الكلمة دي مهمة جدا جدا جدا. إلكترو كارديوجرام. بص كده ركز معايا. إلكترو كارديوجرام. إلكترو حاجة لها علاقة بالكهرباء، كارديو ليها علاقة بالقلب، جرام صورة، فيقول لك إنها صورة قلب بالكهرباء. ليه اختصار؟ انا في اختصار مشهور جدا بس ما اسمه ECG. ادي اختصار يا باشا، ECG الكتروكارديوجرام. تمام. بعدين ادي اللي هو صوت قلبي بالكهرباء، اللي هو يحطوا له حاجات زي كده ويعملوا مش اوقات يروح المستشفى بعد اشاره عليك يعني، او حد يروح المستشفى كده يقول لك الدكتور يقول له اعمل صوت قلب. تمام، او اعمل ECG كده. كلمه جرافي. جرافي دي شبه كلمه جرام، يعني بص كلمة جرام وكلمة جرافي شبه بعض، مش من كتابة في حس بس العملية. هنا يقول لك معناها تصوير او بتاع كده، فيقول لك ميمو جرافي تصوير الثدي. عادي يعني، واحدة بتعمل مثلا اشعة على الثدي او تصوير الثدي، تشوف مثلا في خلايا، في ورم، في لا قدر الله ايا كانت المشاكل بقى، فبيقول لها روح اعملي لي اشعة او اعملي لي تصوير، فتعمل فتروح كده على الجهاز اسمه ميمو جرافي. تمام، بعدين الكلمة دي خلاص احنا حفظناها. لوجي كارديولوجي اللي هو علم القلب. لوجي معناها علم. فوبيا معناها اللي هو الفوبيا. حتى انت سيبك من كلمه رهاب وكلمه خوف، لا هي فوبيا، اللي هي فوبيا معروف. اجورا فوبيا دي الناس بتخاف من الاماكن المفتوحه، الناس تشوف الاماكن المفتوحه كده تخاف. كمان حاجه تعالى اقول لك بالنسبه للفوبيا اسمها ايه يا ربي؟ اسمها بص، هو عارف لما واحد يقول لك عضه كلب مسعور ما خدش تطعيمه كده بيموت ليه؟ طيب يقول لك في مرض اسمه مرض السعار. السعار تمام، مرض السعار ده ايه فكرته يعني؟ لكن الشخص ده بيخاف من الميه، بيخاف جدا من الميه، تنزل في ذوق تعمل له الم شديد. اعوذ بالله يعني، اللهم لك الحمد، الواحد في نعم. تمام، فيقول لك المرض ده واحد بيخاف من الميه، فاسمه هايدرو جاي من علاقه بالميه، بيخاف من الميه، زن هايدروفوبيا. تمام، انا كده ده مرض الخوف من الميه، وده بيكون في السعار موجود. فوبيا اعتذر، البي من تحت. تمام، تقولي طيب تمام اكتب عندك اللي هو خوف من المية يعني. والفوبيا فوبيا كتيرة جدا. كلمة ريا اللي هو حاجة سيلة، حاجة سيلان، فيقول لك دايا ريا. انت عارف ان كلمة دايا اللي احنا خدناها فين؟ او كلمة معلش ضيع احنا خدناها في حاجة تانية، بس هي كلمة ضيع ريع بعضها معناها اسهال، فكلمة ريع معناها سيلا. ادي الصورة، ده يقول لك ده الشكل النورمال، وده الشكل السيلان، تحس ان فيه مية مش كتل. بعدين اوما الكلمة دي مهمة، دي معناها مهمة برضو حتى بالانجليش يعني، كلمة ماس دي برضو مهمة، تاخد بالك منها، معناها ورم. فيقول لك اعوذ بالله يعني كارسينوما اللي هو ورم سرطاني، كارسينوما ورم سرطاني. تمام، الكلمة دي مهمة. كلمة لايسز معناها تحليل او كده، فيقول لك او حاجة بتتكسر، حاجة بتتحلل، حاجة بتتدمر، فيقول لك هتبصك شايف شكل في الاول ايه، في اول صورة لحد اخر صورة تحس اتحلل خالص. فيقول لك ديستراكشن تدمير او بريك داون او تكسير، فيقول لك لايسز حط معاه كلمة هيمو، وتعرف ان كلمة هيمو معناها دم، يعني المقطع هيم ده دايما مع ندم. تمام، حتى الهيموجلوبين اسمه هيموجلوبين،
واخد بالك؟ هيموليسيز تحلل دموي او تحلل الدم، تحليل الدم يعني. ففي حاجه اسمها سكوبي، سكوبي اللي هو زي اكزيمينيشن او فحص، او عارف عامله زي ايه؟ يقول لك عملت عمليه بالمنظار، ولا فتحت ولا عمل اول بالمنظار. ليه؟ سكوبي، حاجه زي سكوب كده، حاجه زي بتكبر من جوه. فيقول لك اندوسكوبي. انت عارف كلمه اندو؟ خدناها فين دي؟ خدناها في الاول بقى. اندو معناها داخلي او بالداخل، سكوبي معناها منظار. اندو خدناها فين؟ فاكر اندوسكيلتون اللي هو هيكل الداخلي؟ خدناها لما كان عامل لك سمكه قرش كده وهيكلها بس اللي باين. انا فاكر شرحتها في اول محاضره اظن. تمام، اندوسكوبي لو زي منظار من الداخل، هو منظار اصلا بيكون من الداخل يعني. تمام، تقول لي طيب تمام. بعدين معنى كلمه اللي هو زي فيزز وكده، بص سيبك ان هي معناها نمو وبتاع، بس هي الفكره دي حاجه بتكون مشتركه بين حاجتين يعني. هنا بص كده على الميه دي، بيوبك دي اللي اسمها، باسمها بالعربي، بالعربي لها اسم ثانيه، بالعربي اسمه عظم العانه، اسمها الارتفاق العاني، اسف الارتفاق العاني. بيقول لك ان بين هنا مفصل بين مفصل، او بين عظمه وعظمه، هو العظم العاني ده. تمام، ده اللي هو اصلا مفصل، ده اللي هو بتاعه الحوض، وده المفروض اللي هو الورك، وهنا شايف الحقوفه، وهنا الكلام بالعربي ده انا نسيت بالظبط. تمام، اقول لك ان دي الفقرات، دي الفقرات العجزيه، ودي الفقرات العصعصيه، وده المفروض الورك هنا، وهنا المفروض الحرقوفه دي، مش عارف هنا، وهنا في دخول المفروض العظم دي تدخل معاك في الحته دي، وبتاخير بتنزل معاك الرجلين كده يعني. فيقول لك خلاصه ان الحته دي في النص بين حاجتين بس، هي دي. فيجي يقول لك اسمها ايه؟ سيمفيزز. سيمفيزز هتقول لك بيوبك سيمفيزز، واخد بالك؟ واخد بالك. تحفظ الكلمه مع الصوره بعد اذنك يعني، هنا تحفظ دي مش مشكله، بس انا عاوزك الاهم انك تحفظ لي دي الكلمه دي مع الصوره دي. تمام، بلاجيا. بلاجيا او بلازيا اللي هو بس هنا الاسم اظن بتنطق زي جي كده، بلاجيا. فيقول لك دي حاجه زي عامله زي اللي هو زياده في النمو، او زياده في طفره في النمو. فيقول لك هايبر بلاجيا. بص هنا المثال ده، هنا اجيب لك الرحم، المفروض ده شكل الرحم النورمال اللي هو الطبيعي. شايف المساحه من هنا؟ مساحه عاديه ما فيش اي حاجه. بيقول لك اللي هو ايه؟ نورمال اندوميتريوم، الحته دي المسافه يعني، ده الشكل النورمال، الشكل الطبيعي. بص بقى هنا، ده لا شايف هنا بقى المساحه. لو هنمشي بنفس القلم يا عمي انا همشي بالاسود. شايف هنا المساحه قد ايه؟ ثانيه، هنا المساحه دي غير المساحه دي، المساحه هنا اتضغطت. ليه؟ طب ليه اتضغطت المساحه؟ انت بتقول لي اكيد الحتت دي، الحتت دي كانت هنا سليمه، هنا حصل لها زي الانفلاميشن، التهاب، في تطور، في زياده، فزادت في الحجم فضغطت. خلي بالك، فهنا حصل لها حاجه اسمها هايبر بليجيا. ده نورمال هنا، ام هنا هايبر بليجيا. الكلمه دي ريج، دي مش هتلاقيها لوحديها في الاغلب يعني، هتلاقيها مع كلمه هيموريج. خلي بالك، كلمه هيموريج تاخد بالك من الكلمه بالانجلش اللي هو بريستنج فورس، الى قوه الدفع وكده، بس انت عارف ان هي هيموريج، والكلمه دي هتكرر معاك كتير جدا. الكلمه دي يعني ممكن لكش دعوه بالسفكس مثلا، بس كلمه هيموريج دي كلمه مهمه. تمام، اللي هو نزيف. كان في 3 فيديوهات انا هنزلهم سلسله كامله كده، كانوا 3 فيديوهات في اقل من 3 دقايق، كل فيديو صغير بتكلم معاك على السكته الدماغيه بشكل مبسط يعني، مش بتعمق فيه قوي، اللي هو برين ستروك، سكته دماغيه. وبيقول لك طب كنت احسن ايه السكته الدماغيه؟ من كذا حاجه، الدم ما يوصلش كويس للدماغ، الشريان اللي واصل للدم يحصل له قطع، يحصل له انفجار، فيحصل نزيف في حته معينه. ف هنزلهم لك ان شاء الله الفيديوهات دي، وإما ما نزلتهاش حد يبعت يفكرني ان انا ممكن انسى عادي. بعدين كلمة سينتيز او سينتيزز، ايه سينتيزز دي؟ يقول لك سيرجيكال بنكتشر. بص عايز اقول لك ان يعني، بص هي دي حاجه زي شق انا بعمله او بفتحه. يقول لك اورثو، ثانيه اورثو دي الكلمه دي انا سمعتها كتير. اه انا قلت لك كلمه اورثو لما تسمعها تفتكر مفصل. اه صح، اورثو سمعناها نفتكر كلمه مفصل. هنا يقول لك اورثو سينتيزز اللي هو شق في المفصل. طب ليه؟ عايز اقول لك ان في سائل في العمود الفقري اسمه سي اس اف، سائل. تمام، فانا عايز مثلا عايز اجيب السائل او عايز اعمل حاجه في البتاع ده، فانا بص هدخل كده على طول ادي البتاع، بفتح بقى من الشق صغير، بفتح كده فتحه. تمام، فيقول لك اللي هي سينتيزز اسمها كده. الكلمه دي بقى بص جينيسيز زي كلمه مين؟ زي الكلمه دي بلاجيا.
بس دي في الاغلب بيكون مع الاورام وكده. تمام، فيقول لك جينيسيس، عندك ايه مثال اونكو جينيسيس، هي اونكو معناها ورم، زي كلمه اوما اللي فوق، احنا خدنا اوما، حتى خدنا مثال كارسينوما، تورم سرطاني اعوذ بالله. هنا تكون، هنا الاورام بتتكون، كلمه جينيسيس زي تكون او زي نمو وكده، بس الاغلب معناها تكون، واونكو ورم تكون الاورام، كلمه دي جديده عليك انا عارف. ف يعني ده شكل صوره كده، الاورام بتتكون وبتاع، يعني اونكوجينيسيس تكون الاورام. ثانيه، ملاكيا، ملاكيا اللي هو زي تلين عظام، او بيقول لك ايه اللي هو سوفتنج، حاجه سوفت، حاجه خفيفه رقيقه. فيقول لك اوستو، ثانيه اذا خدت كلمه اورسو، اورسو عظام، اورسو مفاصل، اسف، اورسو مفاصل، اوستو عظام، تمام، اوستو ملاكيا يعني لين عظامك، ليه عظامه اللي هو لينه وكده. يقول لك مثلا ده شكل العظم الطبيعي لو خد من جوه خالص كده، اللي هو تحت الميكروسكوب مثلا، ده النورمال بون، اللي عنده ملاكيا ولا عنده تليون، ده شكله في لين في العظام. تمام، طيب والله تمام. طيب بص، بعدين معانا كلمه بنيه، الكلمه اللي احنا سمعناها فين يا ربي، في الاول خالص، فاكر بنيه تنفس، زي بريدنج تنفس، يقول لك بنيه حط لهم حرف الاي، تبقى فيش تنفس او في وقف او في كده. هنا يقول لك ديس، معنى مقطع، حط مثلا كلمه ديس بنيه في الاول، فتبقى ديس بنيه اللي هو ضيق في التنفس. حتى لما يجي يعرف لك هنا يقول لك ايه ديس بنيه، هي بص هي كامش يعني ملغوش كده، بس انا ممكن نبعدها ونحاول نفهمه. يقول لك هي شورتنس اوف بريز، هو قصر في التنفس، is often described as an intense، مش عارف اجمع كلام كويس والله، بس اقول لك in the chest or feeling، لو انت تسمع تزييق في صدرك مثلا، او يكون في ضيق في التنفس في الشعب والكلام ده. عارف نكمل بنيه عن تنفس، ابنيه فيش تنفس، او في كل خالص، this بنيه اللي هو ضيق في التنفس. stasis حاجه ثابته، حاجه stop، حاجه فيها control. بيقول لك هيم، ثانيه هيمو، ده انا الكلمه دي انا فاكرها، هيمو اللي هي كلمه هيم معناها دم. احنا خدناها فين يا ربي، خدناها من شويه، هيموريج، نزيف، اللي هو دم فيز سيلان، كان نزيف. فهنا يقول لك هيموستاسيس اللي هو زي وقف الدم، او زي تقلص الدم، ثبات الدم كده يعني. تمام، بعدين يقول لك كلمه هنا بنيه، اكد في الكلمه دي، الكلمه دي بي ان اي اي بي اي ان، بن لو زي الم، واي اي معنى نقص او مفيش. فيقول لك ليكو بنيه، ليكو اللي هو كود دم حمراء، كود دم، اسف، بيضاء. تمام، فيقول لك ليكو بنيه اللي هو في نقص في كريات الدم البيضاء. فيقول لك ده الشكل النورمال بتاع جسم الانسان، مثلا شايف في 1 2 3 4 5، اما دي بس فجأة واحده بس، فده اكيد عنده نقص فين، كريات الدم البيضاء، فاكيد عنده حاجه اسمها ليكو كريات دم بيضاء، بنيه نقص، ليكو بنيه كريات دم بيضاء. ايه فايدتها دي؟ مهمه جدا، دي عامله زي ايه، وزارة الداخلية كده بتاعت جسمك، واخد بالك؟ هنوصل نتكلم تحت عن الخلايا، تومي أو تومي دي معناها زي سيرجيكال كده، واخد بالك؟ فيقول لك تراكي تومي، تراكي جاي من تراكية، تراكية اللي هي لما تتكلم معاك عن القصبة الهوائية وكده، عن الجهاز التنفسي، فعندك حاجة اسمها تراكية اللي هي القصبة الهوائية. فيقول لك أنا هعمل عملية جراحية، فيقول لك هتعمل حاجة اسمها تومي أو تراكي تومي. بص كده بقى، يعني اقرا الكلام ده عشان نسينا الصورة واضحة الحمد لله. يقول لك دي الثيرويد جلاند، الثيرويد هنا الثيرويد كارتريج اللي هو للاسف الغضروف اللي عند الثيرويد، اللي عند الغده الدرقيه. احنا خدنا الغده الدرقيه لو لفيناها هنلاقي حاجه كده على جنب اسمها ده الباراثيرويد. تمام، فيقول لك بص كده معايا، يقول لك ان دي اسمها دي كارتريج غضاريف. يقول لك انا بعمل ايه، انا بمسك بقى بحط انبوبه تيوب، شايف ادي الانبوبه التيوب، بحطها بين مين ومين، شايف سنك براكتر، بين ده وده. طب ده ايه وده ايه، اللي دي حاجه اسمها رينجز، ده غضروف وده غضروف، دي حاجه اسمها رينجز، انا بدخل بينهم انبوبه كده، رينجز اللي هي حلقات زي حلقات غضروفيه برضو. فيقول لك تراكيتومي تيوب بليسمنت بتوين ذا سكند اند ثيرد تراكيال رينجز. يقول لك ان تراكيتومي تيوب انبوبه بتاعه التراكيتومي او بتاعه الجراحه دي، انا بحطها بين بليسمنت، توضع بتوين بين سكند الثاني والثيرد تراكيال رينجز، بين الحلقه الغضروفيه الثانيه والحلقه الثالثه، بحطها في النص كده وبتنزل اكيد. طب تفتكر دي مسؤول عن ايه؟ طالما والله دخلت ناحيه القصبه الهوائيه وفتحت انا، يبقى اكيد كان في انسداد مثلا هنا، وانا بفتح عشان خاطر يتنفس او عشان خاطر اعمل اي حاجه ليها علاقه بالاغلب بالتنفس.
دي. طيب تمام. سبازم، سبازم حاجة لها علاقة بالتشنج، ممكن تسمعها في السرعة، تسمعها في حاجات تانية، بس في الأغلب بتكون في حاجات لها علاقة بالتشنج. مثلا ايه، حاجة غصب عنك، لا يعني مثلا تعالى كده نشوف هنا، يقول لك انفلانتري انفل، شوف انفلانتري كونتراكشن، كونتراكشن زي انقباض كده، فحاجة انقبضت تشنجت، لكن انفلانتري مش بمزاجك. فيقول لك هنا برونكو سبازم، برونكو لأن احنا خدنا تراكية، حاجة اسمها برونكاي. يعني مثلا تعالى كده ناخد حاجة على جنب، ان انا قلت لك احنا خدنا حاجة اسمها تراكية، تمام. فبص كده مثلا انا هرسم ايه، ادي سيدي اعتبر ان انا برسم مثلا كده التراكية ثانية، اهو ادي مثلا التراكية مثلا، عشان ان هي حلقات، تقول اه صح مظبوط. وبعدين بيطلع لك يا باشا حاجة كده، دي مثلا اعتبر ان دي رئة، بيقول لك الرئة دي بيكون في حاجة اسمها ايه، حاجة اسمها الفولاي. واخد بالك انت؟ تمام. واعتبر مثلا هنا مثلا في اللي هو زي شبه سائل كده مثلا، مثلا يعني بيقول لك في حاجة اسمها برضو برونكاي. احنا كنا فين اصلا؟ اه برونكاي دي زي الشعب الهوائية كده. عندك الفيولاي دي حاجة كأنها، عندك برونكاي ثم بتصغر بتكون حاجة اسمها برونكيول، مش عايز اتكلم فيها ساعتها، بس ان هنا مثلا 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 دي اسمها برونكاي، حتة الدايرة دي مثلا، يعني انا مش فاكر اسمها بالعربي بصراحة، بس هي حتة دي اسمها برونكاي. ايه رأيك؟ طيب طيب ماشي. فبرونكاي دي حاجة بقى تصغر خاصة اسمها برونكيول، وبعدين حاجه اسمها الفيولاي وكده. فيقول لك المهم يعني زي هي شعب، هي شعب هوائيه. فبرونكاي، برونكاي شعب هوائي، سبازم يعني حصل لها تشنج. إيه هو اصلا ده تشنج انفلانتري ازاي؟ يعني لو ده منظر الشعب الهوائي لوحديها كده مفتوحه وزي الفل، ده النورمال، ده النورمال ايرواي اللي هو نورمال المجرى او او المسد وكده، تمام. طيب بص كده، شايف هنا الشكل برضو، شايف يقول لك شعب عامله زي عامله تفرعات وكده، هي بتكون زي في الرسمه بتاعتنا، يعني في الرسمه بتاعتنا بتكون طالعه كده بقى وعامله حاجات وتفرعات وبتاع. يقول لك طيب بص في الرسمه هنا، شايف ايه اللي حصل؟ رقم واحد شايف المساحه هنا ومساحه هنا، هنا دائت اكيد، مش انت يعني انت مش بتتحكم مع اذنك، مش بتتحكم في الشعب بتاعتك. هنا بيقول لك ميوكوزا ده فيه مخاط، فيه افرازات، فيه سكريشن، دي جمعت فخلت المكان مثلا يضيق، فحصل سبازم تشنج. بيقول لك هنا في انفلاميت زي عدوى، في زي التهاب في الاير واي او في اللانج، تمام. انت ليك الكلمة، بس انا حبيت يعني اتكلم ارغي حواليها حبة كده، ممكن ايه تلقط لك كلمة ولا حاجة معلومة. باسي، باسي إيه معناها؟ مرض. احنا الكلمة دي خدناها فين؟ خدناها في الاول خالص، اول اظن اول كم صفحة كانتش الكلمة، انا ادهلك من عندي، قلت لك كلمة اولوجي حطها جنب اي حاجة. على سبيل المثال في مرض، في مادة خالص اسمها باثولوجي، باسو مرض، اولوجي علم، فيقول لك ده علم مسببات الامراض او علم الامراض، باثولوجي، تمام. يعني كلمه بس هتطلعلي باثولوجي. طيب كلمه بس هنا هحط لك في كلمه مختلفه، هحط لك ايه؟ كارديو مايو باسي، كارديو القلب. كلمه مايو دي كلمه مهمه جدا جدا جدا، شوف هو مش كاتبها لك في الكلمات، انت هتاخدها تكتبها على جنب. كلمه مايو، ام يو ام واي او، دي بتكون دايما مع العضلات، يعني تسمع كلمه مايو تعرف ان دي عضلات. طب هي عضلات يعني ايه؟ عضلات يعني مصل، تقول ايوه عضلات يعني مصل، ام يو سي ال اي، بس انا بكتب بسرعه في نفس الخط فهي لازقه في بعضيها. فاه كلمه مايو تاخد معناها خليه، خليه عضله زي عضله زي كده. طيب طيب تمام. وكارديو انا عرفت ان هي معناها قلب، وعارفين ان هو قلب هارت، ايوه كده، بس احنا بناخد حاجات باللاتيني برضو او بلغه من غير الانجليش بالظبط، يعني كارديو معناها قلب. حتى دايما في كلمه كارديو يقول لك ايه، مثلا انا كمحمود بطلع اجري مثلا ساعه الصبح، الساعه اللي جايه الصبح دي اسمها انا بعمل ايه، انا بلعب ساعه كارديو، نص ساعه رحت الساعه جايه جري، فدي اسمها انا بلعب كارديو. ايه يعني انت في الجيم انت هتلعب ايه النهارده؟ لا النهارده انا هلعب شويه كده، مثلا هلعب بنش وبعدين هختم ربع ساعه كارديو يا كوتش، ربع ساعه كارديو هختم يعني ربع ساعه قلب، لا هختم ربع ساعه جري مثلا، تمارين الفيتنس كده، فبتعلي معايا القلب والنفس والبتاع ده، فاسمها كارديو. فتعرفت ان كارديو معناها قلب، ومايو عضله، وباسي معناها مرض، فيقول لك ده مرض في عضله القلب، كارديو مايو باسي، كارديو مايو باسي. بيقول لك بص ده النورمال هارت،
ليه اللي ايه ده ايه ده، حد يعمل اللون الرمادي كان ازاي عملته اصلا؟ اما تمسح، طيب امسح امسح، اه كده احسن. بص هنا شايف عضلة القلب، ده النورمال بتاعها. يقول لك طيب ماشي، تقول لي طيب ما هنا في حاجة هنا بقى اصلا كارديو مايوباثي، تقول لي بس انا بعد اذنك، يعني بعد اذنك انا ما شايفش فرق، هما 2-1. اجي اقول لك انت مش لابس نظاره زيي، انا لابس نظاره فشايف الفرق. بص بقى الفرق هنا ايه، انت عندك يا باشا، عندك انت لو هنرسم هنا القلب ده مثلا، لو انا هرسم كده القلب يعني تمام، فانت عندك هنا حاجه اسمها هنقسمه كده مثلا، هنقسمه نصين تمام، هنا حاجه اسمها الرايت اتريوم. لو انت الكلام ده اول مره تسمعه انا مش عارف تحفظه، انا هشرحه لك بالتفصيل قدام، بس انا زي ما قلت لك بحب افتح دماغك. يعني الكورس ده في ناس بتحضره في جامعه، ففي الاغلب خدت الكلام ده، وفي ناس بتحضره وهي ما عرفش الكلام ده اصلا، سواء كان في جامعه او داخل جامعه، فانا مش عايزك تعرفه لان انا هشرحه لك اصلا، بس انا بفتح دماغك ارمي كام كلمه تسمعهم بس، هو ده مطلوب منك. فيقول لك انا عندي حاجه اسمها رايت اتريوم، ده اختصار ليها يعني رايت يمين، اتريوم اللي هو الاذين، اذين ايمن تمام. وهنا عندي حاجه اسمها رايت فينتريكل، طيب تمام. هنا عندي حاجه اسمها ليفت اتريوم، وهنا عندي حاجه اسمها ليفت فينتريكل، طيب تمام. بس خلاص هو ده كنت عايز اقوله لك، ايه علاقته؟ مش علاقه قوي، بس انا عايز اديك الكام كلمه دول، واخد بالك؟ هنا بص بقى المنظر، شايف هنا المسافه دي، ده شكل نورمال، ده شكل طبيعي الفينتريكل. بص بقى هنا او للبتاع ده، شايف انت شايف دي مين دي؟ في حاجه حصلانه غلط، في حاجه غريبه حصلانه صح؟ تقول لي اه، اقول لك هو ايه اللي حصلان؟ تقول لي دي صغرت. طب دي صغرت ليه؟ اقول لك شايف الحته الموف دي اللي بمشي عليها، دي عضله تعتبر. بص هنا بقى العضله اللي حصل لها ايه، دي عضله، هنا بقى العضله تضخمت، دخلت تضخمت لجوه كده فضغطت على البتاع ده، فالعضله تضخمت، يعني العضله حصل فيها مرض. العضله اللي هي مايو، ومرض اللي هو باسي، مايو باسي، بس ده فين؟ ده في القلب، كارديو مايو باسي. هنا يقول لك ايه، انرالجيت زي مايوكارديوم، ما كتبلكش باسي يعني مرض، بس هو كتبلك مايوكارديال يعني عضله القلب، هي يعني مش كارديو بقى، قلت لك كلمه كارديوم مع كلمه كارديو عادي يعني فاهمني، قلب. بعدين احنا في الصفحه الكام؟ احنا في الصفحه رقم 8. طب حلو، الكتاب 45 صفحه اظن ولا 44. يقول لك اكتب الكلمه اللي احنا خدناها من محاضره ثانيه، اي دي الثالثه خدناها في الثانيه، احنا اكتب معناها استئصال او سيرجيكال ريموفال. بيقول لك عندك ماستيكتومي، ماستيكتومي استئصال الثدي، تقول لي اه الثدي معناها اه عادي يعني، عارف كلمه جديده ماستيكتومي، تقول لي معلش انا كلمه ثدي دي سمعتها من شويه في نفس المحاضره، سمعناها فين؟ سمعناها لما قلت لك ميمو جرافي، اشعه بتعمل على الصدر او على الثدي، ميمو جرافي. هنا بقى ماستيكتومي استئصال في الثدي، بسبب بقى ورم، بسبب اي حاجه، ربنا يعافي الجميع تمام. كلمة دي لسه واخدينها فوق، اه اللي هو جينيسيس اللي هو معناها تكون، خدناها احنا ايه، خدناها مع كلمة اونكو، اونكو جينيسيس تكون الاورام او تكون الورم. تقول لي وخدنا كلمة اومو، اومو فوق معناها ورم، وهنا خدنا كلمة، حتى خدنا مثال اسمه ايه، كارسينوما. ركز كده معايا في التلات حاجات دول، احنا خدنا تلات كلمات بس مش هكتبهم ان هم مكتوبين، عادي تفتكر بس معايا. خدنا كلمة اوما، قلنا دي معناها ورم، وخدنا المثال بتاعها كارسينوما، قلنا ورم سرطاني اعوذ بالله، كانت حاجه تتحط في الاخر اوما دي. بعدين خدنا كلمه جينيسيس دي، وخدنا معاها كلمه اونكوجينيسيس، ودي كانت معناها تكون ورم. وهنا هناخد معانا كلمه كارسينوجينيسيس، كارسينو حاجه ليها علاقه بالكانسر والسرطان والاورام وكده، فيقول لك كارسينوجينيسيس تكون الاورام. هي خلي زي خليه اصلا، زي السرطان اعوذ بالله، بتكون والله السرطان بيدخل الخليه كده بيفضل كده مع لحد ما يجننها، عارف يجنن الخليه، يجننها هو حرفيا، خليه بتجن. فيقول لك ده نورمال سيل، دي خليه طبيعيه، نورمال سيل عادي خالص، دخلها بقى اعوذ بالله الفيروس او الكانسر وكده، فاضي كده معاها جننها، جننها بقت تنقسم 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 بشكل جنوني، بقت تحصل تغيرات بشكل جنوني. فيقول لك اه كانسر سيل، تقول لي ما في علاج؟ اقول لك في علاجات، بس الفكره انت عارف ليه العلاج مثلا بيرفض يعني دكتور الستات وكده عشان بيوقع الشعر. تقول لي طب ليه بيوقع الشعر هو؟ يعني مثلا لا قدر الله واحده عندها مثلا كانسر في ايديها، في اي حته بعيد عن الشعر بتاع المخ، ليه؟
هو مش الدواء ده بيموت الكانسر؟ تقول لي اه الدواء ده بيدخل على الخليه يموتها، او بيدخل على الخليه مش بيموتها، بيدخل على الخليه يخليها يوقف ويظبط الاستيميوليشن بتاع الديفيجن. ايه الاستيميوليشن بتاع الديفيجن؟ بيدخل يوقف التحفيز بتاع بتاع الخليه، بتاع الانقسام. ديفيجن معناها انقسام، فهي الخليه شغاله تنقسم تنقسم تنقسم. الخليه ايه ده؟ لو تنقسم بطريقه رهيبه، فانا عملت ستيميوليشن، عملت تثبيط، عملت انس ستيميوليشن، او اللي هو عكس الستيميوليشن ده، سيانا ستيميوليشن اظن للديفيجن، وقفت الديفيجن، وقفت الانقسام، فبالتالي الخليه مش هتنقسم بشكل جنوني، فدي هتخف. قلت هم كلام جميل، وقال لك الفكره مش فكره، الفكره ان الدواء للاسف ما بيعرفش يميز. يعني ايه؟ بيدخل على الخليه بيوقف كل الخلايا على الانقسام، فتلاقي الشعر بتاع الستات مثلا بدل ما هو بينقسم ويتجدد وكده، لا لا لا، تلاقي الموضوع بيقل خالص، الديفيجن بيقل، فتلاقي الشعر بتاعهم بدا يقع، واخد بالك؟ انا بقول الستات، لان الستات اللي بترفض، في بعض النساء بترفض الحكايه دي خاطر الشعر، اما الرجاله بتاخد الدواء بتتقبل موضوع الشعر يعني قدر الامكان، واخد بالك؟ ف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بس يعني في دي فكره ان هو بيعرفش يفرق، فبيوقف ده بيوقف ده، تمام. احنا بقى شفت، تخيل من اول فيديو ما صليناش على النبي، صلي كده على النبي عليه الصلاه والسلام. الصفحه رقم 41 ولا 41، صفحته رقمه 41 تقريبا، ولا هي مضافه ليه واحده مش عارف، قول لي عليها في الكومنت ولا في اي حاجه. ميجل، ميجل، كلمه ميجل جايه من كلمه ميجا، يقول لك ده التليفون ده مش عارف، يقول لك ده ميجا بايت وتيرا وميجا، ويقول لك ده الموبايل ده مش عارف 16 ميجا و16 جيجا، اللي هو ايه الكلام، ايه ميجا والكلام ده. يقول لك ميجا دي كلمه معناها حاجه كبيره، كلمه معناها انلارجمنت. ثانيه كده بعد اذنك دكتورنا الغالي، ركز معايا، لا بس هي كلمه سهله، بس انا بحاول اربطك شفناها فين. انلارجمنت معناها هي معناها كلمه ميجا. تقول لي ايوه ميجا او ميجل عادي. تقول لي ايوه. تقول لي طيب احنا شفناها الكلمه دي فين؟ شفناها في القلب، ما كانتش مكتوبه في القلب. انا بقول لك كان مكتوبه في القلب، كان مكتوب كارديو مايو، بس لا شفناها في الرسمه، بس انا مش هقولها لك، قلت ما ينزل تحت. هي بص اللي مكتوبه في الرسمه، انلارجمنت او انلارجد، ما هي انلارجد هي زي انلارجمنت في تضخم، فهنا كان ممكن بعد اذنك انا اشيل الكلمه دي خالص، احط مكانها ميجل، يا باشا شيل ميجل مايوكارديوم بس، تخيل، تخيلت. ايوه عادي، فيقول لك هيباتو. فاكر كلمه هيباتو دي؟ الكلمه اللي انا كنت ناسيها في المحاضره اللي فاتت اظن، كنت في كلمه عايز افتكرها، عايز اقول لك ايتس، بحط لك كلمه، قلت لك هيباتيتس، التهاب الكبد. لا كنت بقول لك ان الكلمات بالانجلش غير باللغه او بالمصطلح او باللاتيني وكده، فكنت اقول لك هارت كارديو كبد معناها ليفر، بعدين عرفت افتكر يا رب طيب معناها ايه بالبتاع ده، ان كنت ناسي اسمها بس بعدين افتكرتها بحبه يعني. فهيباتو ادي الكلمه دي، تمام، هيباتو ميجالي، تضخم في الكبد. بص على الشكل بتاع الليفر ده، يعني اديك شايف، اكيد انت شايف المنظر ده، من المنظر ده اكيد شايف ان ده اكبر، ده اكبر صح؟ فده حصل له انلارجمنت، انلارجد هنا حصل له ميجا حاجه كبيره، انلارجد ليفر تضخم او زياده في الكبد، فاسمها ادت الى هيباتو ميجا. هيباتو ميجا اسم المرض او اسم بتاع ده النورمال وده اللي مش نورمال. تيجي تاخد معلومه عن الكبد، ان الكبد مش محتاجه كتابه، هو تاني اكبر عضو في جسم الانسان، تاني اكبر عضو في جسم الانسان. في حته عايز انا ادخل لك فيها والله، بس مش عارف اقولها لك وخلاص، تمام. الكبد تاني اكبر عضو في جسم الانسان بعد المين، مين اكبر عضو؟ هو الجلد، الجلد هو اكبر عضو. طيب حلو، تيجي تقول لي عايز اسالك سؤال صح، لو انا سالتك اكبر انت عندك فقرات جسم الانسان ايه؟ يعني نتكلم بالعربي، سيبك من الانجليش كده، نرجع لحاجه كده ونقعدها زمان في ثانوي حتى. يقول لك هي جسم الانسان عندك عمود فقري، تقول لي ايوه عندي عمود فقري فعلا. يقول لي قسمه لي، تقول لي والله العمود الفقري بتاعي 33 فقره او 26 عظمه، عشان فيها خمس عظام عجزيه واربعه عصعصيه ملتحمين واحده واحده. تقول لي كلام مظبوط. جيت قلت لك في 33 فقره دول مين الفقرات الاكثر؟ تقول لي الفقرات الاكبر هي الفقرات القطنيه، اللي في القطنيه من تحت في الظهر، او ليها اسم تاني اسمها البطنيه. ثانيه كده خليك معايا، طب ليه احنا هنروح ليه بعيد؟ بسم الله، تعالى هنا، احنا طلعنا بره الموضوع شويه، بس يعني انا ده كله معلومات اللي معليك، فاهمني؟ احنا كده كده قرب يخلص، فخلينا نتكلم مش مشكله. بس فيصير انا اتكلم معاك ان الفقرات القطنيه قلنا هي الاكبر. الفقرات القطنيه ليها اسم تاني، عندك الفقرات مثلا اللي عند الصدر اسمها فقرات صدريه،
تمام، ده العمود الفقري. لو انت لاحظت ان شايف الحجم بيزيد بيزيد وكده، بس انا مش عايز دي، انا عايز حاجة تانية. ثانية نطلع كده، عاوز ده اجي اقول لك ان الفقرات القطنيه دي اكبر فقرات، اللي هي ايه؟ للاسف هنا مش هينفع استخدم القلم غير في التحريك، مش هينفع الون وكده تمام. فالفقرات القطنيه دي اكبر فقرات، اللي هو مثلا اللي هما دول، واخد بالك؟ دي فقرات، دي اجزاء كبيره كبيره جدا. فتقولي طيب ماشي، فاجي اقول لك ليه اكبر فقرات. طيب تقولي عادي يعني ترتيبها كده. لا هي مش ترتيبها كده، تعالى نقتنع. واكبر فقره، اكبر فقره في جسم الانسان هي فقره رقم 24. ليه؟ بص، ان عندك الفقره الاولى بتحمل على الثانيه، فالثانيه اكبر منها، الثالثه الثانيه بتحمل على الثالثه، فالثالثه اكبر، الثالثه بتحمل على الرابعه، فالرابعه اكبر، التاسعه بتحمل على 10، فال10 اكبر، ال19 بتحمل على 20، فال20 اكبر، ال21 بتحمل على ال24، فال24 اكبر، ال24 بتحمل على 25، فال25 اكبر. غلط. من اول 25 احنا دخلنا في العم والعم العجزيه ده، تمام. فاجي اقول لك ايه؟ لا، ال24 اكبر واحده. تقول لي ما هي سؤال مش بتحمل على 25، فالمفروض 25 اكبر، او بتحمل العجزيه فالعجزيه اكبر. اقول لك مش بالظبط. ايه دخلنا في الموضوع ده؟ الموضوع ده ملوش علاقه قوي باللي فات، بس انا حابب اديك معلومه كده. طيب ماشي، في حاجه تانية ليه ادي سبب ان هي اكبر؟ ان في حاجه بتحمل عليها. حاجه تانية ان هي شايله ايه؟ معلش، الفقرات العنقيه شايله رقبتك ودماغك، مش كبار قوي يعني. الفقرات الصدريه او الظهريه فهي شايله ايه؟ شايله، تقول لي شايله الرئه والقلب والكلام ده. ماشي، رئه مليان ايه يعني؟ مليان هواء يعني، واخد بالك؟ يعني مش اللي هو الحجم اللي في دماغك يعني، كلهم عوضهم ما يجوش ناحيه الكبد. تيجي الفقرات القطنيه ليها اسم، اسمها بطنيه من ناحيه البطن، او قطنيه من ناحيه الظهر. فاجي اقول لك ان دي شايله إيه؟ انا عارف ان انا مش بكتب، بس اسف انا يعني ما فيش كتابه، انا بتكلم في المايك فانت تسمعها كانك بتسمع الراديو ولا اي حاجه. فاجي اقول لك ان الفقرات القطنيه او القطنيه او البطنيه او البطنيه دي شايله البطن كلها، بما فيها بقى الامعاء 8 متر، الطحال موال لوحده، الكبد تاني اكبر عضو، فالتاني هي لازم تكون كبيره تمام، ومفيش حاجه بتدعمها يعني. انت عندك الفقرات اللي فوق دي مثلا معاها ماسكه فيها طلوع، ماسكه فيها مش عارف غير القطنيه برضو، واخد بالك؟ تقولي طيب حلو، اذا انا عرفت ليه القطنيه هي الكبيره، اللهم لك الحمد، بس انا مش مقتنع. مش انت قلت لي كله بيحمل على بعضه؟ تمام. 24 فقره رقم 24 هي اكبر فقره. تقول لي اه صح. تقول لي لو 25 ليه مش اكبر منها؟ مش الفقره رقم 25 تحتيها؟ اقول لك لا، تعالى كده هنا نكتب الفكره بقى في ايه. عندي مساحه فاضيه كده نرسم فيها اي حاجه، بس هو يشتغل. الفكره ان الفقره رقم 25 هي تبع العجزيه، عارف ان هي تبع العجزيه. ثانيه على هنا، هيقول لك بس لو ده مثلا البني ادم ده معليك تمام، وانا دخلت وادي كده، ودي الفقرات هنا مثلا، هنا مثلا الحته العجزيه تمام بجسم انسان. فاجي اقول لك هي الفكره مش في كده، انت الفكره انت عندك لما يجي يحمل مش بيحمل عادي، الوزن بيفضل يزيد 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 لحد هنا، هنا اخر حاجه في الزياده، هنا هنا اللي هو فين؟ هنا اللي هو لحد الفقره 24. يعني الفقره تبدا تزيد 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 لحد هنا، بس بيبدا يقل، بيبدا عكس الوزن يقل 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 خالص، واخد بالك؟ ف 25 لا، ال 24 اكبر منها، 26 24 اكبر منهم، طب الفقره 30 24 اكبر منهم كلهم، طب ال 25 و 26 تقول لي 26 اصغر، كل ما الدنيا بتنزل بعد ال 24 تقول لي ليه؟ اجي اقول لك هنا كله بيحمل على بعضه من اول، هنا بقى بيحصل توزيع للوزن للحمل، فتلاقي ان العجزيه خدت لها شويه وزن، والفخذ والمفاصل دي وناحيه الرجل خدت شويه وزن، وهنا شويه وزن، فتلاقي الوزن ده اتوزع هنا تلت، مش عارف هنا تلت وهنا ايه، فتلاقي ان الدنيا خفت عليك، ما بقتش في نفس الحمل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت وقاعد مثلا، انا حاليا بشرح لك وانا جالس، فحملي كله مش على رجلي اصلا، حملي كله على الجلوتو مثلا وعلى اللي هو اخر الظهر وكده تمام، او مفيش حمل كتير على الظهر اللي هو مش محمل حمل، اما انا واقف لا، انا الحمل متوزع بقى على الفخذ، وبينزل من الفخذ للركبه دي بتاع لحد مفصل الكعب، لحد الكعب تمام. تاخد معلومه تانية، عشان كده الكعب اللي شكله شكل مختلف. ايه شكل مختلف في الكعب؟ يعني عايزك ترسم لي الكعب، ادي يا عم الكعب. ولا غلط، تقول لي ما ده الكعب، تقول لي الكعب بص ادي الكعب، تقول لي يا سلام اللي عملته، هتلاقي كوتش فيه تانية كده. اقول لك لا، شايف التانية اللي انا تنيتها لك دي؟ دي موزعة الوزن على رجليك صح، مش عارف هي التلتين وهي تلت، موزعة توزيعة محترمة غير دي كده. ده اسمه فلات فوت مثلا، شخص عنده فلات فوت ده شخص مش نورمال، شخص مش طبيعي تمام.
بس انا حبيت اديك معلومة كده، بس يعني ايه المعلومات دي هتفيدك في حياتك عامة، يعني لما تدخل الجامعة لو انت في الجامعة بتوع الثانوي، او لو انت في الجامعة فانت ديك لو عارفها بتثبت معلومة، لو مش عارفها خلاص. متري حاجة لها علاقة بالميجرمنت او بالقياس، فيقول لك سبايرومتري ده جهاز انا بنفخ كده، بنفخ فيه فبيقيس حاجة، بيقيس مثلا الكباسيتي، او بيقيس كباسيتي لو ايه الكباسيتي، الكباسيتي معناها السعة. انت معاك كيس، الكيس ده يشيل ايه، يشيل مثلا الكيس ده انت هتملاه مية تمام، او في بالونة، انت في معاك بالونة هتملاها هوا، طب البالونة دي مش هتوصل لمرحلة بوم تفرقع؟ تقول لي ايوه. تقول لي طب انت المرحلة دي انت عارفها؟ تقول لي لا انا بجرب كده لحد ما بالمنطق بعينيا يعني. يقول لك لا انا يا عم انا عارف البالونة دي مثلا بتشيل 500 مللي هوا، فانا عارف 500 واحد هتفرقع، واخد بالك؟ هنا الرئة ليها كباسيتي معين، ليها حجم معين، ليها سعة معينة من الهوا، فيقول لك في جهاز بيقيسها سبايروميتر تمام. وبرضه اللي هو بيبص يقول لك بيشنت تيكس ديب بريز اند بلو از هارد از بوسيبل انتو تيوب، يقول لك بياخد نفس عميق وبيطلعه بقدر الامكان في الانبوبه، وبيكون قافل. لو لاحظت بص في كليب، في كليبس اللي هو فيه زي مشبك كده على مناخيره تمام. ماشي، ده الماشين دي المكنه والبتاع ده ادي سبايروميتر كده. احنا فاضلنا 4 صفحات ونخلص يا مسهل الحال يا رب، نخلص الليفل الاول كله. اللهم لا، الليفل بكتاب، احنا عندنا الكتاب كله انا عندي 16 كتاب المفروض ان شاء الله هتشرحه، كل كتاب بليفل. ده الكتاب الاول، خد مننا 3 ايام. الفيديو طول معلش. ثرومبو بعدين عندك كلمه بنيه، كلمه خدناها فوق معناها نقص، حتى خدنا مثال ايه ليكوبينيا نقص في كرات الدم البيضاء، احنا ناخد مثال اسمه ثرومبو سايتوبينيا. كلمة سايتو عايز تعرفها ان معناها، يعني احنا شفنا كلمة مايو قلنا عليها دي ليها علاقة بالعضلات، كلمة سايتو لما تشوفها دي معناها ليها علاقة بالخلايا. ثرومبو ليها علاقة بال زي التجلط او زي كده، او لهالك بالظبط بس حاليا مش في دماغي يعني. ثرومبو سايتوبينيا فيقول لك، او ليها علاقة بالصفائح الدموية معنى صح. فانت عندك ادي الشعاع الدموي، فيقول لك بلاتلتس معناها صفائح دموية. يقول لك بص هنا العدد ده نسبة ل 150,000 ل 450,000 النورمال كاونت يعني العدد الطبيعي. يقول لك لا هنا بص بقى العدد، شايف حتى هنا المنظر، شايف الحاجات دي، لا هنا لا قليل جدا. يقول لك ده اقل من 140 او حدود 140 كده، لكن العدد اقل من 140، اقل من 140 ده غلط. فيقول لك فيها نقص، فيقول لك ثرومبوسايتوبينيا نقص في الصفائح الدمويه او صفائح الدم وكده تمام. انا هنا كنت عايز اتكلم معاك على التجلط والكوجيوليشن والمواد بتطلع من الجسم والمواد المناعيه والفيبرينوجين والكلام ده، بس عشان الفيديو ميطولش نتكلم عليها بعدين ان شاء الله يعني ان اراد الله. سيرابي معناها علاج، حتى كليه اسمها عارف كليه علاج طبيعي اسمها بالانجلش كليه علاج طبيعي، هتلاقي اسمها ذا فاكشولي اوف فيزيكال سيرابي، فيزيكال طبيعي او جسدي، سيرابي علاج فاسمها فيزيكال سيرابي تمام. حتى بتوع صيدله عشان اسمهم فارماسيست وكده يحط لك بي اتش على مثلا على اللقب، بتوع علاج طبيعي يحط لك بي تي فيزيكال سيرابي يعني حاجه خلاص تكتب. فمعناها تريتمنت معناها علاج. في شابتر اسمه كيمو سيرابي، ايه كيمو سيرابي؟ بيقول لك ده علاج بالمواد الكيميائيه. في ماده عندك اسمها فارما تاخدها ان شاء الله، انا ما كنتش اخدتها يعني فارماكولوجي ثانيه ايه فارما ادويه اولوجي علم علم ادويه علم ادويه صح. بيقول لك في شابتر اسمه شابتر كيمو سيرابي، كيمو سيرابي بيتكلم معاك عن المضادات الحيويه وتركيب والماده الفعاله بتاعته والتثبيت والسايد افكت، كان حصه كده كبيره تاخدها ان شاء الله. ده في اي كليه طبيه بياخدوه اظن يعني كله او في الاغلب. فكيمو سيرابي علاج بمواد كيميائيه. في لك وات از كيمو سيرابي؟ كيمو سيرابي از ا فورم ا كانسر تريتمنت، دي مثلا شكل من علاج الكانسر. ان ويتش كيميكال ار يوزد تو كيل كانسر سيل تيت فريكونتلي يوز از ذا مين فور يوز از ذا مين فورم اوف كانسر تريتمنت. يقول لك ده ماده كيميائيه مثلا انا معالج بيها الكانسر اعوذ بالله، الماده الكيميائيه دي بتعمل كيل، بتعمل قتل الخلايا السرطانيه، ودي في الاغلب او عاده بتكون بتستخدم بشكل رئيسي في علاج البتاع ده علاج الكانسر يعني، المفروض دي في المستشفى تمام لما تركب لها بتاع ده وربنا يشفيها. الصفحة رقم 42 يوريا دي خلاص سمعناها كتير، معناها فين يوريا؟ معناها في البول وكده. سمعناها فين؟ سمعناها في كلمة اوليجو، فاكر اوليجو معناها اوليجو معناها فيو معناها قليل، فاوليجو يوريا يعني انقطاع في او في البول. بعدين خدنا كلمة عكسها اسمها بولي يوريا، بولي ده زيادة. هنا بيقول لك هيم، ثانية هيم دي كلمة سمعناها مرتين،
سمعناها هيموريج معناها نزيف في الدم، وسمعناها في حاجه تانية سمعناها ايه كان كلمه هيم ناس سمعناها في اسمها سمعناها فوق والله اللي هو بص كده هنعدي كده بسرعه اللي هو هتقول لك انا سكين الدم ساعتها هيموستازيس وقف الدم وكده. هنا بقى بص هيمو او هيماتو يوريا، يوريا هيم يا دم، ويوريا يعني دم في تسمعش على ناس عملت حمام وطلع معاها دم في الحمام عادي حاله مرضيه هيماتو يوريا. ايزز اللي هو عامل زي اللي يقول لك دي عنده ديدان وكده تمام او اصابه بالديدان تمام، يقول لك هتسمعها بانجلش انفستيشن تمام، يقول لك انفستيشن. فيقول لك هنا المثال بتاعنا لك اسكيريزز، اسكيريزز دي اصابه بدوده معينه اسمها دوده خيطيه عامله زي الخيط كده يعني شكلها عامل زي الخيط، احد انواع الديدان اسكيريزز، وده مشهور ان هو ده خلي بالك فتحفظه اسكيريزز. اويد، اويد حاجه شبه حاجه لايك حاجه ريسمبلنج حاجه شبيهه ليه. فيقول لك اندرويد، الله الكلمه دي انت هتكون مبسوط او متعرف معناها، انت كلمه على طول بتقول موبايل بتاع اندرويد موبايل بتاع ايفون، انا معيش ايفون للاسف انا شخص فقير يعني معيش ايفون فكان معايا اندرويد عادي تمام، فالموبايل بتاع اندرويد اندرويد ايه اندرويد دي يعني هتسمع كلمه اندرويد اندرويد تقول لي اندرويد ده اسم الشركه، اقول لك لا هي ليها كمان حاجه شبه الانسان، يقول لك حتى يعني بتعمل منه حاجات شبه الانسان وخد بالك ينفع تتكلم منه ينفع يكون صديقك عايز تتسلى تتفرج مثلا على اليوتيوب عاوز تحضر محاضرات تدخل على القناه بتاعتي واخد بالك فلا ممكن يفيدك. فاندرو تقول لي معلش 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 معلش، طب كلمه اويد معناها شبيه ادي شبيه ادي اويد، كلمه اندرو معناها انسان اقول لك اي نعم اندرو معناها انسان. تاخد بقى سؤال تحله اكتب لي بقى في لو انا عايز اقول لك علم الانسان هيكون ايه؟ اندروجي يعني مثلا دي اندرو معناها انسان مثلا عايز اكتب لك علم الانسان مثلا يعني علم الانسان. فانت عارف ان كلمه اندرويد شبه بالانسان او شبيه بالانسان ادي ما اعرفش ايه ده بس هو حاجه كده خلاص يعني. بتوزز اللي هي زي انزلاق او زي الحاجه اتحركت من مكان النورمال بتاعها المكان مش بتاعها حاجه غلط وده حاجه غلط في جسم الانسان يعني حاجه بيقول لك دروبينج سقطت كده انزلاق. فيقول لك نيفرو قلت لك النيفرو دي الوحده الوظيفيه للكليه للكدني النيفرونات اللي هي المصفايه اللي عندك مليون يعني لو انا هرسم لك مثلا الكليه هنرسم كده الكليه نرسم ازاي الكليه بقى بص كده بص ادي كده تمام المفروض فينا غده لفوق فوق كلويه وفي واحده زيها برضو الناحيه دي اللي انا بعمله ده اللي انا بعمله ده واحده كده زيها الناحيه دي ونزلنا هنا نحالب وهنا مش عارف ايه. فيقول لك الكليه دي مليانه من جوه بقى انابيب كده بقى بص نفرونات نفرونات مليانه كتير خالص مليانه كام واحده مليون واحده هنا يمين ومليون واحده شمال زيهم واخد بالك فمليون حتى النفر ليه شكل معين ليه شكل كده عامل زي في حاجه اسمها محفظه بومان ويطلع معاك كده وتنزل كده وبعدين في انبوبه ملتفه مش عارف ايه وينزل معاك تحت القناه الجامعه وفي اخر هيصه للنفرونات احنا خدناها فوق تمام. بيقول لك نيفروبتوزيس اللي هو ده في انزلاق في الكليه فانا ممكن اعبر عن النيفرونات بالكليه عادي يعني انا بدل ما اقول الكليه بقول الحاجه اللي من جوه الكليه اللي هي النيفرون بعبر عنها. فيقول لك نيفروبتوزيس اللي هو في انزلاق في الكليه هو بص هنا حتى مش قدام بعض دي كده ودي كده لا دي نازله حته تحت واخد بالك احنا عندنا 43 دقيقه مش عارف اقسمه ولا بس هو مش مستاهل يتقسم يعني خليه دفعه واحده وخلاص مش انا صورته مره واحده خلاص ادي صفحه واحده بس اللي فاضله. ازم ازم بيقول لك دي حاله سلوكيه حاله ادمان كونديشن او ستيت اوف. فيقول لك الكوليزم الكوليزم دي ادمان الكحول اعوذ بالله يعني تمام اللي هو شخص مدمن للكحول الكوليزم. سايت سايت قلت لك كلمه سايتو فاكر قلت لك كلمه مايو تشوفها تفتكر مسل خليه عضله طب كلمه سايت او سايتو تشوفها تفتكر كلمه سيل خليه. تقول لك هنا ليكوسايت ليكوسايت خليه دم بيضاء تقول لي خدناها فين كلمة ليكو؟ خدناها في كلمة بنيا يا راجل لما قلنا ليكو بنيا نقص في كرات الدم البيضاء. تقول لي ايوه صح. تقول لي طب ايه الحاجات دي كلها؟ اقول لك دي صور الدم البيضاء عادي خالص يعني يقول لك انت عندك الخلايا حاجة اسمها الليمفوسايت يعني خلايا ليمفاوية. مونوسايت خلايا أحادية كده. تمام؟ عندك حاجة اسمها نتروسايت أو نتروفيل آسف نتروفيل نترو أو نيتروفيل جاية من تعادل. حاجة خلايا متعادلة اسمها. هنا حاجة اسمها أوزينوفيل
ما اعرفش اسمها ايه اللي هو بالانجليش بالعربي اسف، بس اظن خلايا ثنائيه، ثنائيه انت عندك هنا نيترو ودي متعادله وبيزو فيل، فدي خلايا قاعديه، فاظن اظن فيل ده خلايا حامضيه او كده تمام، بس اسمها اسيدو فيل، التاني اسمها اسيدو فيل، دي خلايا بقى ثنائيه، خلايا ايا كان اسمها. المهم يعني الحاجات دي خلايا دم بيضاء، ايه ده خلايا دم بيضاء؟ قلت لك دي وظيفتها الداخليه بتاع جسمك، دي بتحمي جسمك، دي المناعه، خط المناعه داخل جسمك تمام. هتكلم عن المناعه بعدين ان شاء الله ان اراد الله سبحانه وتعالى. كده مبروك، احنا خلاص خلصنا الكتاب. طب والاسئله دي اسئله انا هجمعها لك وهنحلها مع بعض ان شاء الله تمام، ان كان حتى لو بعد ممكن ناخد ليفل الاول لوحده وليفل الثاني بعدين اجمع لك الاسئله هنحلها كلنا مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى، هنحل كميه اسئله حلوه يعني لا تقلق. بس خلاص الحمد لله خلاص خلصنا المحاضره دي، بتتحضر تتذاكر تتلخص وتتباعد زي ما شفت لخصاتكم، تلخصاتكم ممتازه ما شاء الله. بس وفي اسماء في يعني انا ان شاء الله على اخر الكورس هقول مين الناس اللي تابع معايا ومين الناس ملخصه، وان شاء الله يعني حتى ما طلعتش الاول في الامتحان، بس كفايه ان هي بتحضر اول باول وبتلخص وبتبعت التلخيص، فانا عاوز ايه تاني يعني تمام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.